بسبب الحظر هسه احنا مفروض علينا وانه قاعدين بالبيت ما نتحرك فاحنا هسه لاجئين للانترنت بفضل الانترنت ومحركات البحث اللي هو جوجل نقدر نبحث على فيروس كورونا ونعرف عدد الاصابات وعدد الشفاء منه وطرق الوقايه منه وطرق انتشاره <applause> يبحث الخبراء في محاولات عديده لمعرفه الارقام الحقيقيه في مكان ما من خلال معرفه محاولات البحث التي ترتبط او التي لها علاقه بالكوفيد 19، على سبيل المثال اهم الاعراض الرئيسيه لكوفيد 19 اللي هو كما ظهر واثبت سابقا من انه المصاب بكوفيد 19 يفقد حاسه الشم. نلاحظ ان الكثير من الخبراء بدأوا يتتبعون محاولات البحث في جوجل في منطقة معينة ليعرفوا كم عدد الناس في هذه المنطقة التي تطبع على جوجل سيرتش I can't smell أو أنا لا أستطيع الشم